السلام عليكم، وكنشكروا صوت العداله، وكنتمناو هذا الصوت يوصل للمسؤولين الكبار اللي في هذه البلاد يشوفوا من حال سيدي مؤمن. راه حنا كنطلبوا بالمحاسبه بالنسبه لهاد الناس. والسؤال اللي قلتي، هاد الناس هادو كيتخباو ورا وحدين، حنا ما فهمناش شكون اللي كيدعمهم. علاش؟ حيت حنا الحمد لله في هاد الاونه الاخيره كنشوفوا وزاره الداخليه بانها قايمه بالواجب ديالها، وشدات شي وحدين اللي في المستوى برلمانيين والناس ديال الفساد وكتحارب، ما علينا الا نصفقوا ليهم، ولكن كناشدوهم هما وزاره الداخليه والمفتشيه العامه للتراب الوطني باش يشوفوا في حال سيدي مؤمن. راه الملك سيدنا عطانا مبادرات كثيره في هاد سيدي مؤمن، ومنهم ضمنهم هاد المبادره ديال الحوان التوادي. خرجت هاد المبادره للناس الحوانت اللي ريبوهم من طومه، من بغاو يريبوا طومه كريان طومه، هذوك الحوانت اللي ريبوهم بغاو يعطيوهم هنا الساعه. جمعيه السلامه كان عندها راي اخر مخالف الرؤيه الملكيه باش تنوض بالشباب ديال، مخالف القانون، مخالف الرؤيه الساميه، حيت الملك سيدنا عطانا هنا بغى ينمي المنطقه ويخلق لنا واحد الرواج في سيدي مؤمن، ولكن جمعيه السلامه كان عندها راي اخر. فوتات الحوانت الوحدين ميسورين، وحدين في الطاليان، شي في شي لا قلت لك بانه ناس في دول اخرى استافدت، وابناء المنطقه ديال سيدي مؤمن ما استافدوش، حيت كاينين تلاعبات خطيره. دابا الجمعيه ديال السلامه من شدات السوق شداتو على اساس ابناء سيدي مؤمن، وباش تبيعوا بطريقه ملتويه عيطات على شي وحدين ولاد سيدي مؤمن غير مريحين في القهاوي، وهذه كتجي عندو كتقول لي غتسيني ليا في هنا وغدير تنازل لواحد ميسور، يعني كيبيعوا لهم بالتنازل. والمبادره الوطنيه للتنميه البشريه ما فيهاش تنازل، فيها مبادره خصهم ياخذوها اللي محتاجين لها، ناس ولاد المنطقه، يعني الساكنه ديال المنطقه سيدي مؤمن راه ما استافدات، استافدوا وحدين اخرين. والطرق ملتويه يعني باينه واضحه، وكاينين شي وثائق اللي عندنا حنا دابا الحمد لله مع دخلنا وداروا معنا واحد الحلول حل معاق، فهمتيني؟ ولينا عارفين الملفات وعارفين شكون باع ولمن باع ولمن هادي، والتوقيت لدرجه بانه كاينين شي تنازلات قبل من الوقت ديالهم، باع واحد تنازل قبل ما يبيع. وحنا ما كرهناش السيد الوالي مهيدا، كيعاودوا عليه بانه والي مخضرم وعنده تاريخ، وحنايا عرفناه غيجي يخدم في كازا، وكنتمناو يشوف من حال سيدي مؤمن ويجي يشوف اش كاين في سيدي مؤمن، ونوجهوا لي بانه المبادره راه الملك عطانا في سيدي مؤمن، ولكن راه كانت الفساد عنده رؤيه اخرى، حيت المفسدين في سيدي مؤمن راه نخرونا، راه بزاف سيطرو هاد الناس هادو ما لقاوش اللي يجمع عليهم. وحنا كنتمناو بانه يوصل محاربه الفساد توصل لسيدي مؤمن، ويشوفوا في حالنا ويشوفوا الناس ديال طومه، الساكنه ديال طومه راه لا حول ولا قوه الا بالله. حنا قساونا وعندنا ما يثبت باننا ابناء المنطقه وعندنا الحق في الاستفاده. السلام عليكم، انا من الساكنه ديال كريان طومه، الناس المقصيين، حيت هاد المقصيين ولات عيبه نبقى نقولها، عيبه باش نقول 14 عام ولا تنقول مقصيين. وانا كنهضر نائبه على كريان طومه، ولات الساكنه ولات الفراشه الكروسه الاحتياجات الخاصه راه حشومه وعيب، باش هاد الجمعيه ما بغاش ديروا لها حل. قلنا السلطه سيدنا الله ينصرو يجي يدير حل مع هاد الناس، واش حنا فيما تنقولوا قربنا نقادوا عمرنا كيجينا الافراغ، واش هاد الافراغ مني قانوني؟ جمعيه السلامه تلاقات الاعلام وقالت لك هاجي لاله حنا غنفكوا هاد المشكله وغنواجهوكم، جيبي ما يثبت جمعيه المنبع وجيبي ما يثبت جمعيه السلامه. اييه الرئيس السابق تاع جمعيه المنبع تواجه معاهم وحط ما يثبت، علاش جمعيه السلامه ما تواجهتيش؟ علاش رئيس جمعيه السلامه علاش ما بقيتيش تواجه؟ ما قالتش ما عندكش ما يثبت؟ ما عندكش شي حاجه قانونيه؟ علاش عملت المال؟ قلتي انا غنخرج الاعلام بوجه مكشوف، علاش اختي ما خرجتيش؟ يعني ما كاينش عندك ما يثبت شي حاجه قانونيه؟ قالت لك حاجه وحده كضرك ورا السيطره وكتجيب لنا الافراغ، وهاد الافراغ قانوني؟ انت واش باغي تفرغي شي واحد جاي من اوروبا؟ راه عاود الساكنه، راه عاود كريان طومه، واش تفرغي ولد دربك؟ تفرغي خوك؟ تفرغي خصك؟ راه عاود كريان طومه، جيبي لي ما يثبت بان داخل عندنا حنا شي واحد من المقصيين براني، اوكي،
راخصي راكي بعتي لصحاب اوروبا، راكي بعتي لواحد عنده 40 حانوت، بقات عنده 28 حانوت شوكه، راكي بعتي الناس في طاليا عندهم 4 الحوانت، بعتي 5 الحوانت، بعتي 6، ماشي مغاربه. قلنا ما كاين باس باش كتمشي، ولكن جيت بديت تبيع ولاد الكاريان طوما راه حشومه. وشكرا فاض بيا. احنا مني كنا فرحنا ملي قلنا السيد الوالد داخل بواحد المبادره زوينه وغينقي المغرب كامل، ما شنو والو، ما سول فينا حتى واحد، حاجه وحده باش كيسولوا فينا، عندكم محضر ولاو كيسمونا واحد خوتنا جمعيه السلامه البلطجيه، وحاشا ولا طموش بلطجيه، رجاله كيجيبوا حلال وتسميهم بلطجيه. شوف اسيدي كنطلب من السيد الوالي وسيدنا الله ينصرو يجي يديروا شي تحقيق، راه فاض بينا كل نهار افراغ افراغ افراغ. اسيد الوالي راه حنا فرحنا حقا غتنقي لينا الساكنه، وفرحنا بهذه المبادره اللي كدير، ومرحبا بك. ماذا بينا يا يتقاد ليه هاد السوق الوثائق ديالو تشدو الجمعيه اللي قاده به، يا ريبو عندنا الرباح تريبو، يا ريت يريب. قلت لك اخويا انا مستعده نخرج الاعلام بوجه مكشوف وتسنينا اللايف، اللايف خدام مسكينه ما سالاتش، يعني قراوها هذوك البلطجيه ديولها، هي اللي كتقول بلطجيه هي اللي قراوها شي قرايه مقلوبه. لا لا عميلة المال وبركي فوق الطابله وديري حل الساكنه، راهي قالت لي مقسول وتنقولها وتنعاود، راه ما نعطوش حقنا هكاك بالسهل. وشكرا. السلام عليكم خويا، احنا من الساكنه ديال طوما ومقسيين، وما احنا تنعقلوا على هذا السوق ملي تحطوا الاستاذ ديالو، وكان ملي كانت عز الدين وفاطمه كانت تيدوروا على موطور، ما كانش عندهم لا طوموبيل لا ملك لا حتى حاجه، احنا باقين في الشارع تنبيعوا في الشارع، احنا باقين في الشارع، حنا بغينا نحسنوا الوضعيه، ما بغيناش حنا نبقاو مع السلطان نجريو معاهم ويجريو معانا ونجريو معاهم، حنا بغينا واحد العيش الكريم حنايا بكم حانوتنا، حنا مقصيين اخويا، بيعونا رزقنا، حنا رزقنا باعوه لعباد الله، باعوه باعوه البراني، ما كاينش ولاد المنطقه اللي مستابدين، حنا كاع ولاد المنطقه هنا كلهم عندهم كرارس باقي لحد الان، حنا مقصيين اخويا، الناس هادو راه طغاو علينا، وبغينا شي واحد اللي غيتدخل. وانا سيدنا يتدخل ولاد الوالي جديد الله يجازيه بخير يتدخل، حنا علينا من الزنقه، حنا شربنا 53 عام باقي ندفع كروسه وانا معاق، راه لا يعقل باش نبقاو حنا زايدين زياده وخلوق في طومه وباقي ندير كروسه نتقاتلوا عليها على لقمه ديال العيش، مره في الشتاء مره في البرد ما في العجال، عذاب راه شي، اللهم الموت ولاد الحياه هذه، اللهم الموت ولاد الحياه، واش هما باش يعيشوا هما برزق عباد الله يعيشوا بخير ولادهم يقراوهم مزيان، حنا بغينا نقراو ولادنا وبغينا نخدموا بغيناهم يخدموا وبغيناهم يريحوا ويستراحوا ولات حنايا، ولكن ما لقيناش الجهد. الرساله ديالي للجهه المسؤوله بغينا الناس تدخل، المسؤولين يتدخلوا، هذا الشيء هذا راه بزاف راه طغاو علينا، ولكن حنا